لقد صار حد في
Yeah!
بالحق لينا كانت مخالف لينا كانت مخالف فلا تسقطوا لا تسقطوا حين واجب المحاسبة يناديكم لينا تترك اليوم عالمنا وتنتهك بما أتمناه أجمل وأرحب وكل الخطايا التي نظرت لأجلها تنتظرنا تونس ومستشفياتها وسجونها ومدارسها وكل مؤسساتها تحتاجنا معا فلنكرم لينا من خلال كل المعارك التي سنخوضها امنت لينا ان الثوره مستمره واوخذت قوتها من روحها وجسدها وانفاسها حتى الرمق الاخير فلا تتركوها تنطفئ لا تتركوها تنطفئ المجد لينا المجد لينا Yeah.
البنت التونسية بأحمر الشفاه القاني بحصلة الشعر السوداء المسافرة بالجسد الصغير المتعالي كبرا وشموخا على المرض والوهن وعلى القهر الذكوري والتسلط الأبوي وكل ما تستبطنه أعين النساء من وجع تلتقطينه يانينا ولا ندري كيف تحولين الوجع قوة وتسلبين شبابيك قلبك الصغير ليصير موطنا للتضامن النسوي ضد العنف ضد التمييز ضد التفصيل. تأبين واحد لا يكفيك. نؤبن المدونة الشائرة ضد الحزب وكل الحزب من عمالك التعداد إلى السيد صالح إلى ما فاضت به حريقتك ضد رقيب الانترنت حتى أبعده سقط رقيب الانترنت زال انقشعت قلوبه وما زالت يلين صفحتك تعبق بالعبارة الحرة والفكرة الوقاظة المضيئة. أليس ذلك ما عشت من أجله يلين؟ جسد حر وفكر بلا حدود ولا قيود. تأذين واحد لا يكفيك. نؤبن ابنة الساحات، كل الساحات الاجتماعية الحقوقية النسوية. نؤبن فراشة ندية أثرها لا يموت، تحلين في كل ركن حيث وجع الفقر والنسيان، لتمنحي الدفء لكل من آلمه صحيح الجوع. فتالة، فرجال، سليانة، أحواز العاصمة، أشباه المدن، حجر الكيلومترات من أقصى تونس إلى أدناها شاهد على جولاتك. نؤذن من نقلت بعدستها صور الشهداء متصاعدين واحدا واحدا في سبيل أن نحيا كراما في وطن حر عزيز عادل، وطن لا خيار فيه بين الرجعية والرجعية، وطن لا خيار فيه بين الرجعية والرجعية، وطن لا رجوع فيه لمربع الخوف أيا كان خداعه، وطن وسعت فيه دائرة الحلم الثوري، فآن له أن يهتدي بخطاك، وآن لك أن ترحلي رحيل العظام. نؤبن من طالتها ألسنة الحقد والغيرة القاتلة وكره النساء، وتلاقفتها نيران ذبابهم الأزرق لجوائز وطنية وعالمية حصدتها بلا مزية لغير قلمك الحر، ولطولات وجولات بين مدن الدنيا خبتها لا محبة في الطائرات، ولكن لتكون صوتي وصوت من لا صوت لهم، ولا فضل في ذلك عليك لغير إرادتك الصلبة ولمحبة الغاص والداني. غاروا ركمت المحبة لانتصارك للإنسان وتواضعك أمام خيباته وأحلامه وإيمانك بالمشترك الجاهز، فقبضوك لأجل حبنا لك يا لينا، ولعلهم اليوم يتعظون، أفلا يتعظون برحيلك الذي يجمعنا آلافا في وداعك، علهم يستمهضون هممهم ليلمم جراح الفراق ويحطم أسوار الكره ويستجمع شتاتا بلا معنى ويكون حصا كما أردت لحركة تقدمية ديمقراطية اجتماعية واسعة. تأبين واحد ليالينا لا يكفيك. تأبين واحد لا يكفيك. نؤذن اليوم ابنة لينا والصادق حول شجاعتك ومهد نضالك، والعبارة أضيق من أن نعزيهم في من كانت ابنتهم، وسرعان ما صارت ابنة نساء الديمقراطيات، ابنة اتحاد الشعب، ابنة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ابنة نقابة الصحفيين، رفيقة المدونات والمدونين، ك
جريرة عائلة الشهداء والجرحى، برا بكل الذين عبروا من الذبيات والمحاولين Thank you.
Grazie.